وذكر البخاري رحمه الله في مناقب بلال بن رباح رضي الله عنه وهي كثيرة، ذكر منها البخاري رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال إني سمعت دفن عليك بالجنة. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بأنه من أهل الجنة. ففي يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأرجى عمل عملته. كما هو معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أمناء وكانوا يعني عدول، لكن كان يغلب فيهم صفات معينة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له الشمائل، لكن الصحابة رضي الله عنهم كان يغلب فيهم صفات. أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أرحم أمتي بأمتي. قال عن عمر رضي الله عنه: أشد أمتي في أمر الله سبحانه وتعالى. عن عثمان: أصدقهم حياء. عن علي: أقضاهم. عن زيد: أفرضهم. عن أبي: أقرأهم. فقال: أخبرني بأرجى عمل عملته. فقال بلال: ما يعني أحدثت إلا يعني توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر من جهة بلال فضيلة هذا العمل، وأن يكون بلال رضي الله عنه يعني مفتاح من مفاتيح الخير لهذه الأمة.